يا استاذه اسراء، حضرتك شرفتينا من سنتين وكان اول ظهور ليكي معانا. تمام. قولي لنا بقى ايه اللي انت حققتيه الفتره اللي فاتت، وهل فعلا انا بس اتاثر مع حضرتك وازاي؟ والله هو طبعا يعني ظهوري معاكم كان فرق كتير جدا معايا. قناه كبيره زي ام بي سي ديت من القنوات اللي الواحد فعلا يعني يبقى مبسوط وسعيد وفخور ان هو يطلع فيها. وبعدين اهتمامكم كمان بان انتم تجيبوا الناس اللي شغاله اصلا على السوشيال ميديا، ان انتم تشوفوهم وتدوروا عليهم وتجيبوهم وتبداوا ان انتم بقى تطلعوهم على التلفزيون، فده طبعا حاجه اضافه كبيره جدا، بيدي ثقل كده وبيخلي الناس اللي هم الجمهور بتاعي على السوشيال ميديا بالظبط لما يلاقي ان انا بدات اظهر بقى في التلفزيون اللي لسه طبعا ليه وقاره كده وليه قيمته، وبالذات قنوات زي ام بي سي، فلما الجمهور يبدا بقى يشوف ان انا ظهرت وطلعت في برامج فده طبعا بيفرق معايا. طب ممكن بقى استاذ نفكر الناس بشغلك؟ انا بدات في الاول كنت بعمل حاجات بالكروشيه، شنط وحاجات اكسسوارات للبيت، وبعدين بدانا بقى ندخل المكرميه في الشغل بتاعنا، وبنحاول بقى طول الوقت ان احنا يعني نظهرها بشكل مختلف شويه عن الشكل التقليدي بتاعها. فالجديد ان احنا فعلا دخلنا في المكرميه يعني بتقلنا يعني زي ما بيقول بقوه. اه بالظبط. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله تقدم ومزيد من التقدم والنجاح. شكرا ربنا. شغلك جميل وبيتكلم عنك. تستاهلي كل خير. تستاهلي كل خير. طيب نروح بقى لسلمى، منورانا يا سلمى. شكرا. حصل ايه بعد ما جيتي معانا في اهلا بالستات؟ هو تقريبا عدى سنه من ساعه ما جيت. انا في السنه دي حسيت ان انا طبعا اول حاجه بجد ميرسي جدا ليكم ان انتوا ادوني فرصه ان انا ابقى معاكم. ده اقل حاجه، ده يعني ده وجبنا وسالتنا واحنا اصلا بنيجي عشان نعمل كده. هو عامه الناس بتحب تشوف مين ورا الحاجات، ده بيديهم ثقه اكتر. لا ده مثلا فلانه راحت وعملت وكذا كذا كذا كذا، ده معناه ان حاجتها ممكن فعلا تكون كويسه. فانتوا اديتونا برضو كده موتيف ان احنا نشتغل اكتر على حاجتنا والناس تصدق فينا اكتر. وشفتي ده يعني شفتي رد الفعل ده؟ انا بدات كده كده يعني انا الاول اصلا كمان ما كنتش مديه فوكس للبراند بس، عشان انا كنت بعمل كذا حاجه معاه. في الفتره الاخيره بدات اركز اكتر واتفرغت اكتر، فبدات اشوف بقى النتائج على الشغل بتاعي بالظبط. طب الحمد لله، وان شاء الله تشوفي نتائج اكتر واكتر وتبقى احلى نتائج. منا بقى، منا انت اصلا يعني صغننه خالص. لسه اقول. بسم الله ما شاء الله. انت فكرينا بداتي مشروعك ازاي وامتى وازاي اهلا بستات يعني اثر فيكي؟ يا رب نكون فعلا اثرنا فيكي. لا اثرت فيا. انا بدات وانا عندي 23 سنه، انا دلوقتي عندي 27 سنه، يعني من 4 سنين. مش باين عليكي خالص. ما شاء الله. بدات من 4 سنين. طبعا البرنامج بيدي تراست وثقه بيني وبين العميل بتاعي، ان انا كنت العب برنامج نسبه المشاهده عليه عاليه وعلى قناه طبعا زي ام بي سي مصر، ده بيدي ثقه، فبالتالي بتبتدي بتشوفي ده في الشغل ان بيزود المبيعات بيزود المتابعين على الصفحات كمان. انا بعمل اكسسوارات وحلي فضه ونحاس مطلي ده. حلو قوي اللي انت لابساه صح؟ من بصوا بقى شغلها، بصوا يعني منا يعني رغم صغر سنها الا انها عاملاهم بطريقه جميله ودقيقه، والفينش حتى بتاعها ورينا يا حسني كده. بص الحاجه عايزين بقى اسراء وبنتا وطبعا سلمى كل واحده تقول شغلها فين، تشاور على شغلها. واتكلموا كل واحد يتكلم شويه على شغلها.